ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هقول لكم النهارده اسعار الخضار والفاكهه بتاعت السنه الجديده. هنا الطماطم في ناس بيبيعوها ب10، وفي ناس بيبيعوها الاتنين كيلو ب15. دي الطماطم. وهنا الفلفل الاحمر ب15 جنيه كيلو، والجوافه ب15 جنيه كيلو، وهنا اليوسفندي الكيلو برضو ب10، وفي ناس بيبيعوا الكيلو ونص، الكيلو وربع ب10. والبطاطس ب25، اللي هما الاتنين كيلو. هنا القلقاس طبعا معروف ب25 جنيه كيلو برضو. هنا الجزر ده انا جايبه الاتنين كيلو ب5 جنيه. طبعا في ناس برضو بيبقوا ايه ب10 جنيه اغلى، بس اللي هو الايه بيبقى انضف شوية. دي البسلة ب25 جنيه. اهي طبعا في بسلة بتبقى مليانة، نخلي بالنا. والبسلة الفاضية دي اللي هما ايه، يعني في ناس بتكون كده بيقولها ب25 بس بتبقى فاضية، فنمسكها كده نلاقيها مليانة يعني. طبعا اللفت انا جبت، قالت لي الاثنين ب5، انا جبت الثلاثة ب5. بصوا بقى، وهنا البلح الكيلو ب20، وهنا البصل، دي البطاطا، جبت الأربعة و10. والبصل هنا ب35 جنيه، البصل ب35. وهنا الليمون جبت الكيلو ب10. خيار ب10. بس وده اللف اللي انا جبته برضو التلاتة بايه ب10. وده اللي هو التوابل. وهنا الطماطم برضو جبت الاتنين ب15. ما بلاقي الطماطم كده رخيصة، بنجيب كمية وبخزنها في الايه، في الفريزر. هنا يا حبايبي الكرنب، شايفين انا جايباها حلو قوي ازاي؟ طبعا بنقي الكرنب، ما بنقيهاش اللي هي الطريه من جوه، الطريه من جوه بتبقى فاضيه وتبقى متفرغه. دي انا جايباها ب10 جنيه الواحده، ودي برضو ب10. اهي ب10 جنيه. طبعا الحاجات السنه دي في حاجات غاليه وفي حاجات ايه حنينه شويه. الجوافه هنا هي حبايبي بصوا ب15، وهنا الاتنين كيلو طماطم ب15 برضو، وهنا جبت برضو اللفت التلاتة ب5، وهنا الفلفل الاحمر ب15، البطاطا ب10، 3 كيلو ولا 4 كيلو. هنا البصل ب35 جنيه، والخيار ب10، والجزر ب5، اليوستفندي كيلو ونص او كيلو وربع ب10 حسب ما بتفصلي معاك. وهنا برضو البسلة ب25، والليمون هنا ب10 كيلو، وهنا البطاطس الاتنين كيلو ب25 جنيه، البلح كيلو ب20، والقلقاس ب25 جنيه، والكرنب هنا زي ما قلتلكم ب10 جنيه الواحدة.